بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، لا شك أننا نستشعر جميعا أننا في زمن غربة، وأن الفتن من حولينا كثيرة كقطع الليل المظلم، وأن الباطل قد اجتمع على قوس واحدة على اختلاف عقائده وأهدافه ومصالحه ومشاربه ولغاته ولهجاته، اجتمع علينا كمسلمين وكمصريين لتغريبنا، لتغييبنا، لإبهارنا، لغوايتنا، لتزيين الأمور لنا، كي نبتعد عن ساحة الصراع معه. لا شك أنك توقن أنك مستهدف وأنك محارب وأنك منظور. لا شك أنكم تتفقون معي أننا نستشعر قدرا من الهموم والأحزان والقلق والهلع والجزع في أوساطنا كمسلمين. لا شك أننا نستشعر جميعا أن إعلام الباطل قد يصل أحيانا كثيرا إلى تحبيط بعضنا وتثبيطه وهزيمته نفسيا، وبالتالي يقعد ويشاهد عن بعد متحطما في معنوياته وفي رؤاه. ولذلك أقول: ما أحوجنا أيها المسلمون عباد الله إلى إرشادات ربانية وتوجيهات قرآنية نبوية، نستعين بالله أولا ثم بها في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، لنتقوى على مواجهة أعدائنا، لنتقوى على الثبات، لنقدر على البذل والعطاء والتضحية ومواصلة المسير حتى آخر الأنفس. ما أحوجنا إلى هذه التوجيهات الرشيدة التي وجهت الجماعة المؤمنة في بداية تكوين الدولة الإسلامية أبان بعثته صلى الله عليه وسلم، حينما تكالبت عليها قوى الشر وما أشبه اليوم بالبارحة، حينما تكالبت قوى الشر على الجماعة المؤمنة في مهدها لتثبيطها وتحبيطها لتغييبها لطمس معالمها التي أتت بها من خلال عقيدتها وشريعتها. إن التاريخ يعيد نفسه، وإن السنن إنما تتحدث عن واقع مشابه، فهلا اغترفنا من هذه التوجيهات الرشيدة السديدة التي من شأنها أن ترتقي بنا لنعبر هذه الأزمة، لنخرج من هذا الصراع
منتصرين فائزين بإذن الله تبارك وتعالى ظاهرين، لأننا على ثقة ويقين أن النصر لجند الله المصلحين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الدين سيظهر ويعلو رغم ما صنعوا وضعوا في طريقه من عقبات وعوارض. اليوم لفت نظري هذا التوجيه الرباني الذي يلفتنا لأهمية النظر إلى التوجيهات وإلى النداءات التي وجهت للجماعة المؤمنة في بداية تكوينها من منطلق ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما الذي وجه لتلك الجماعة في بداية سيرها حتى قويت وحتى نجحت أن تتخطى كل العقبات التي وضعت في طريقها حتى وصلت إلى هذه الصورة المثالية التي لا نظير لها إلا من عمل بعملهم وصار على دربهم؟ نعم، اسمع إلى هذا التوجيه الرباني: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبهوا لهذا النداء المبارك الذي وجه للجماعة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، استجيبوا لله وللرسول استجابة كاملة كما سنوضح ونبين على وجه السرعة، لا تترددوا، لا تسوفوا، لا تؤجلوا، بادروا بهذه الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، من قبل أن يأتي هذا الأمر الخطير: استجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة الطيبة السعيدة في هذه الدنيا، وكذلك قيل الحياة الصرمدية الأبدية في الآخرة في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلا فالأخرى في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. من قبل، أي بادروا بهذه الاستجابة من قبل أن يحال بينكم وبين قلوبكم فتملأ بالأهواء والشهوات، فتركن للعادات والأعراف والتقاليد، فتسقط فريسة سهلة لتزيين الباطل وغوايته وخططه ومكره وخداعه وأساليبه الملتوية، فتقعد وستحيا ولكن كحياة البهائم والأنعام. نعم، واعلموا أنكم إليه تحشرون لتحاسبوا على هذا الأمر العظيم: هل استجبتم لله والرسول أم لم تستجيبوا؟ أم تمردتم؟ أم قدمتم أمورا دنيوية لا تساوي شيئا فحيل بينكم وبين قلوبكم فما عادت تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وأغرقت في بحور الشهوات والأهواء فأردتكم، وهنالك ستحاسبون حسابا شديدا في يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أي اسمعوا جيدا، استجيبوا لربكم استجابة كاملة حقيقية من قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا يمكن أن يرد بحال من الأحوال، ولن تجدوا لكم فيه ملجأ من عذابه وعقابه، ولن تجدوا لكم نكيرا، أي مكانا تستتيرون به وتتنكرون فيه حتى لا تطالوا بعذاب الله تبارك وتعالى. أين تذهبون؟ أين المفر؟ نقف مع هذا النداء المبارك ونتأمل فيه جيدا وننظر إليه بعين الاعتبار: من الذين استجابوا ومن الذين لم يستجيبوا ولما؟ أولا، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. النداء لإحياء، اسمع، ولكن هنا إشارة لطيفة لمعنى مهم: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع الاستجابة، والموتى موتى القلوب الذين حيل بينهم وبين قلوبهم لأنهم لم يستجيبوا ابتداء، هؤلاء لن يستجيبوا ولن يستشعروا الخطورة حتى يؤخذوا أخذ عزيز مقتدر، فبادروا وعجلوا وإلا فالأمر في منتهى الخطورة. أقول
لكم أيها الأحبة هذا النداء المبارك الذي أرى أنه السبيل لنرتقي جميعا كأفراد وأسر ومجتمعات ودول وأمة بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى، لو حققناه كما أريد له. فانظروا معي في كلماته وتدبروا جيدا ما المطلوب وكيف نحقق هذا المطلوب. أولا، يا أيها الذين آمنوا، كما قلنا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من المفروض أن أهل الإيمان يتأدبون مع نداءات الرحمن حينما يسمعونها. نعم، يلقون بأسماعهم بل بقلوبهم، فإذا كان أمرا قالوا سمعنا وطعنا، وإن كان نهيا قالوا انتهينا ربنا. وكذا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أمرا قالوا سمعنا وطعنا نبينا، وإذا كان نهيا قالوا انتهينا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهل نحن كذلكم؟ هل نحن نتأدب مع هذه النداءات الإيمانية والتوجيهات النبوية المباركة أم ماذا؟ أم لم نعيرها السمع؟ أم لم ننتبه لها؟ أم مرت علينا مرور الكرم؟ أم كأنها لغيرنا، لأناس مضوا؟ نعم، وطويت صفحاتهم مع صفحات التاريخ وليست لنا، إنما هي للسماع والتسلية فقط وشغل الوقت والحيز. لا لا، لن يكون هذا أبدا من المؤمنين. إن المؤمن حينما يسمع أنه ينادى عليه فهذا تشريف وتكريم، المولى بجلالة قدره ينادي عليك، فلابد أن تتأدب، فلابد أن تسمع، فلابد أن تستجيب، فلابد أن تطبق. نعم، وإلا فأنت في خطر عظيم أيها المسلم، يا من ترجو النجاة في هذه الدنيا وتحيا الحياة السعيدة، يا من ترجو الجنة، اعلم أنها في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما بشرك تبارك وتعالى: والذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الجنة. فكن من عشاق الجنة، من محب الجنة، من مريد الجنة. هذا لا يكون إلا بالتدليل عليه بالاستجابة الكاملة. كيف أستجيب لله؟ اسمع، الاستجابة لله تبارك وتعالى تكون بتوحيده، نعم سبحانه وتعالى، وتكون بتعظيمه وجلاله وتوقيره وتقديره، وتكون بالسمع والطاعة له في كل أمر صغير كان أو كبير، حتى لو خالف ما تحب، ما تشتهي، ما تعشق، حتى لو خالف العادات والأعراف والتقاليد التي ربيت فيها ونشأت في وسطها، حتى لو خالف الدنيا بأسرها، لو اجتمعت على قوس واحدة لتحول بينك وبين الاستجابة، فأنت لا تلتفت وتستجب لربك استجابة كاملة، أي تكون رهن إشارته وطوع أمره سبحانه وتعالى. هكذا كان الصحب الكرام يطبقون هذا المعنى، وهكذا كان الصحب الكرام يفعلون مع أوامر النبي وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم الملزمة. بهذا نجحوا وارتقوا ونالوا رضا المولى تبارك وتعالى والجنة. هكذا ينبغي أن تكون. اسمع إليهم وتأمل، هذه الاستجابة كانت في كل الأحوال، في كل الظروف، رغم كل الصعاب، رغم كل العقبات، رغم ما ربوا عليه من عادات وأعراف وشهوات وهواء متحكمة في أحوالهم، لكن لما نودي عليهم استجابوا على التو والفور. تعلمون كيف حرمت الخمر؟ وكان تدرجا حكيما ببيان المنافع والمضار، ثم بالنهي عن الصلاة حال السكر، ثم كان الأمر القاطع بتحريمها قولا واحدا. فنادى المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت، وكانت على مقربة من أفواههم، الكوس قد رفعت. فماذا كانت الإجابة؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وأراقوها وسالت في طرقات المدينة كماء المطر، سرعة استجابة لا نظير لها طالما الأمر من الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن نطبق هذا المعنى، فنستجيب لله تبارك وتعالى في كل ما به أمر وفي كل ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. وكذا مع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هكذا ينبغي.
وإلا فأنت لست بمؤمنا كامل الإيمان. إن الإيمان الكامل إذا تربع في قلب المؤمن ارتقى به لهذا المستوى، فجعله رهن الإشارة وطوع العمر رغم ما فيه من ظروف وأحوال. كما قلنا الخمر آنذاك كانت كالماء عندنا، كالشاي مثلا في عرف الناس الآن، لا يستغنى عنها في كل بيت، الكبير والصغير، الرجال والنساء، أمر عادي ربوا عليه، عاشوا عليه، لكن لما جاء الأمر استجابوا على التو والفور. انظر إلى هذا المشهد في ظروف صعبة وحرجة، حتى لا تتعلل، حتى لا تفكر في عدم الاستجابة نظرا لظروف الأحوال، لمتاعب، لكذا كذا، لا 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 يقبل منك أبدا. اسمع، في أحد كان مكان وبدا النصر واضحا وجليا، وانتصر المسلمون في بداية المعركة انتصارا عظيما مؤزرا، حتى كانوا يحسونه بالسيوف، وسقطت راية الشرك تحت الأقدام وفروا من أرض المعركة، خالف الرماة فطوقوا الجبل أي المشركون، وكان مكان وانقلبت الموازين وقتل أكثر من 70، وأصيب كل من بقي، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته وفي رباعيته وفي جنبه وفي قدمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانتهت المعركة وخرجت قريش راضية بما حدث كأنها انتصرت، وعاد بأصحابه إلى المدينة والصمت يخيم على الجميع، والدماء تنزف من الجميع، والدموع منهمرة من الجميع، والاستغراب والدهشة لدى الجميع. دخلوا لبيوتاتهم منهكين، مرهقين، قلقين، خائفين من هذا المصير. كيف يحدث هذا لهم بمثل هذه الصورة وهم من هم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وما إن سقطوا على الأرض من الإعياء والإرهاق والجروح والهم والغم، حتى نادى المنادي أن هيا لنخرج خلف قريش مرة أخرى، وأن لا يخرج معنا إلا من كان معنا في أحد. قلت لكم الجميع مصاب، الجميع ينزف دما، الجميع مهموم مغموم لما حدث. اسمع هذا الحوار في بيت من بيوتات الأنصار، رجل مع أخيه، ما هذا؟ هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هيا للخروج خلف قريش مرة أخرى، فيقول لأخيه المثخن المثقل بالجراح التي أقعدته، أتي به محمولا من أحد إلى بيته لا طاقة له على الحركة، فيقول هل ترانا نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها؟ إيش رأيك، ينفع، يصلح أن لا نجيب ونستجيب لهذا النداء؟ قال لا. يقول فخرجنا. اسمع، رجل خرج ليطارد العدو ليجاهد، يقول فخرجنا أحمله عقبا ونسير عقبا. رجل يحمل على الأكتاف، ماذا سيصنع إذا حمل وطيس؟ لكن هي الاستجابة تحت هذا الظرف الحرج الصعب المؤلم، يحمل على الأكتاف ليبين لنا أنك مطالب بالاستجابة، حتى لو قلت في نفسك أما توجد ضرورات، أما توجد أحوال، نعم، لكن أخذوا بالعزيمة ليبينوا لنا ويبرهنوا لنا على أن المؤمن إذا أراد أن يستجيب سيستجيب رغم الصعاب. استجابوا وخرجوا، وكان مكان أن علمت قريش وفرت هاربة وألقت بما معها من زاد، فغنموا وعادوا سالمين غانمين. الله أكبر، ثمرة طبيعية للاستجابة. أقول لكم أيها الأحبة، الآن ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة ونسأل أنفسنا، هل نحن استجبنا لله عز وجل ولرسوله في كل ما صح به الدليل السمعي من القرآن والسنة، وطبقنا هذا في أرض الواقع حتى ننظر إلى النتائج المرجوة من وراء هذه الاستجابة؟ نقول أننا كبيرا لدينا معاشر المسلمين في الاستجابة، جميعنا يفرط تفريطا، وإن كان البون واسعا ما بيننا وبين غيرنا، غير أننا على تفريط في تطبيق هذه الاستجابة. لذلك أردت بهذه المقدمة أن أضع بين يديك معنى مهم، هل أنت مستجيب قبل أن يحال بينك وبين قلبك فتخسر الدنيا والآخرة؟ نعم، في يوم لا مرد له من الله عز وجل، هل أنت على استعداد أن تستجيب الآن؟ دع عنك الذي مضى واترك كل الأعذار والأسباب، إني سألك الآن، هل أنت مستعد لتستجيب لله تبارك وتعالى بتوحيده؟
بتوقيره بتعظيمه بإجلاله بالسمع والطاعة له فيما به أمر وفيما عنه نهى وزجر. هل أنت مستعد أن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه أكثر من نفسك ومالك ولدك، بالتأسي به بالاقتداء بسنته، نعم بتقديم الكتاب والسنة على أهوائك شهواتك على عاداتك أعرافك تقاليدك على كل ما وضع في طريقك حتى لا تستجيب؟ هل عندك استعداد لهذا المعنى أم لا؟ إنك قد تسألني سؤالا مهما، يا ترى ما هي عوائق الاستجابة التي قد تمنعني وتمنع غيري من المسلمين؟ أقول لك لتحذر على الطريق. أولا، إن من أعظم العقبات في طريق استجابتك لله ولرسوله على هذا المعنى الذي ذكرنا الهوى، الشهوات، الأهواء، العادات، الأعراف، التقاليد، الواقع المرير، نعم العجب، الغرور، الكبر، تقليد الآخرين كالأباء والأجداد والعادات الموروثة، كل هذه معاني قد تهل بينك وبين الاستجابة لله وللرسول. خذ مثالا على أحدها، فإن لم يستجيب لك أي محمد لما دعا ودعا ودعا وتكلم ووضح وبين، ولكن أصروا وتمردوا وكان منهم ما كان، فطمئن بهذا المعنى العظيم، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. انظر في هذه القاعدة وتأمل فيها جيدا، ما الذي منعك من الاستجابة لله والرسول في خاصة نفسك، في مظهرك وفي مخبرك، في ليلك وفي نهارك، في أقوالك وفي أفعالك، في سرك وفي علنك، في السراء وفي الضراء، في الليل وفي النهار، في السفر وفي الحضر، في كل أحوالك، ما الذي منعك من الاستجابة لله وللرسول حينما دعيت لما يحييك الحياة السعيدة؟ إنه الهوى الذي عشعش في قلبك والذي مال بنفسك والذي تحكم فيها فأصبح إلها يعبد من دون الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلها هواه؟ هذا موجود في واقعنا، لا يتحرك إلا من منطلق الهوى، لا يتكلم إلا من منطلق الهوى، لا يعمل إلا من منطلق الهوى، لا يوالي ولا يعادي إلا من منطلق الهوى، لا يحب ولا يبغض إلا من منطلق الهوى. يا ربي سلم سلم، الهوى سيطر عليه فأصبح الذي يحركه يمنة ويسرى. أسير لهواه، أسير لشهواته، أسير لعاداته وعرافه، تقول هذا يخالف الشرع، هذا يخالف الأمر من الله ومن الرسول، يقول هكذا عشنا وجدنا الأباء والأجداد، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن لله وإن إليه راجعون. العجب، الغرور منع الكثير منا من الاستجابة لله والرسول، يعجب برأيه، يعجب بمنهجه، يعجب بفكره، يعجب بطروحاته، برؤاه، فيرد الشرع كالعلمانيين والليبراليين والمنافقين ومن سار على دربهم، يردون الشرع لأنه لم يوافق ما جاءوا به، لأنهم عندهم إعجابهم عليه، يظنه الأحسن والأخير والأنفع والأصلح للأمة، حتى ترتقي وتسود. وكذب والله وجهل والله، هذا مما يرديها. لقد أعجب إبليس بنفسه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم يستجب ولم يسجد، فكانت العاقبة أن لعن وطرد، وإن كان أنذر إلا أنه مثالا ينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار. تأمل في عاقبته كيف لما لم يستجب لعن وطرد من رحمة الله عز وجل وإن كان قد أنذر. انظر إلى السنن، انظر إلى القصص، انظر إلى الأمثلة كيف لما لم تستجيب الأمم أخذت أخذ عزيز مقتدر وألقيت في مزابل التاريخ لتكون عبرة وعلامة على من لم يستجب لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. تأمل في هذه المعاني جيدا وضعها في عين الاعتبار. إذن ما الذي يعينني على أن أستجيب الاستجابة الكاملة؟ أولا، اعلم جيدا أن التوفيق للاستجابة محض نعمة من الله عز وجل، وينبغي في سبيل الحصول عليه أن تتذلل إليه وأن تنكسر بين يديه وأن تدعوه وتتضرع إليه طويلا، لأن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، إنك لا تهدي من أحببت. الأمر بيد المولى تبارك وتعالى، ما المطلوب؟
أتزلف إليه، أتذلل إليه، أنكسر بين يديه، نعم أدعوه وتضرع إليه حتى يوفقني لاستجابة حقيقية في أرض الواقع. ثانيا، عمق الإيمان في قلبك، الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر من أعظم أسباب تحقيق الاستجابة في أرض الواقع. ما المعنى؟ من عمق الإيمان في قلبه وصحت عقيدته واعتقاده لا شك تحصل على الطاقة التي ستدفعه والقوة التي ستردعه واللجام الذي سيلجمه فيسمع ويطيع لله وللرسول. قال تبارك وتعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن الذين سيجيبون هم هؤلاء حققوا الإيمان أولا ثم عملوا بالصالحات كثمرة طبيعية للإيمان، فلذلك استجابوا استجابة بعد استجابة، وتكررت الاستجابة منهم في كل أمر يوجه إليهم، لأن الإيمان كان كما قلنا لجاما يلجمهم، فلا يميل بعيدا عن الاستجابة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأين أنت من هذا المعنى؟ كذلك مما يعلمك الاستجابة كما ينبغي أن تستحضر حال الأنبياء والرسل وأتباعهم، كيف لما أمروا بالاستجابة لبعض الأوامر ولبعض النواهي في خضم الصراع مع الباطل، في خضم الأحداث، في ظروف صعبة وحرجة تحت ضغوط جبارة لا تتحمل، ولكن استجابوا، ولكن استسلموا وخضعوا وانقادوا. هذا معنى يقويك يسليك، لست وحدك على الطريق. إذن أنت مطالب أن تنظر لهذا المعنى بعين الاعتبار، ما أحوجك أن تكثر من الدعاء والتضرع حتى توفق. وإذا سألك عبادي عني إيش فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي إذا أردت أن يستجب لك وتوفق للاستجابة الحقيقية فبادر واستجب أنت لله أولا، لأن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن استجاب استجيب له، استجب أنت أولا ثم توكل على الله أخذا بالأسباب، وانظر إلى الصحبة الطيبة التي تعينك على الخير والطاعة، واعلم جيدا حتى تستجيب أن الدنيا التي قد تصدك عن الاستجابة حقيرة غدارة غرارة دنية ملعونة لا تسوي شيء، وأنك ميت لا محالة، ثم ستقبر ثم ستبعث ثم ستوقف بين يديه لتحاسب، ثم إلى جنة أو إلى نار. فإن كنت من محب الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى فاجعلها هدفا لك واجعلها نصب عينيك كي تستجيب استجابة كاملة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نريد أن ننزل هذه المعاني في أرض الواقع حتى نفتش في أنفسنا أكثر بطريقة أوضح، فتعالوا نتأمل في واقعنا الآن. هل أنت مستجيب في خاصة نفسك سامعا مطيعا لربك ولرسوله؟ قد تقول نعم. أقول بيتك بيتك، أنت تعلم أنه أمانة في عنقك، هل بيتك استجاب لله ولرسوله أم يعج بالمخالفات، أم مليء بالصخب والضجيج والمنكرات؟ هل بيتك تؤدى فيه الحقوق لله ولرسوله وللزوجة وللأبناء وللأرحام وللجيران؟ هل بيتك يأكل من حلال؟ هل بيتك فيه رشوة؟ فيه غش؟ فيه نصب وسرقة؟ فيه ربا؟ فيه محرمات؟ هل بيتك مليء بما لا يرضي الله عز وجل ورسوله من الأفلام والمسلسلات والعري وما شابه ذلك؟ هل بيتك يشرب فيه الدخان؟ هل بيتك تسحب فيه الحمية كما يقولون؟ الشاش، اتق الله في نفسك، قف مع نفسك وقفة. إن كنت على أمر مخالف لله ولرسوله فأنت لم تستجب حتى الآن، فأنت مقعد مثقل
فأنت مكبل، فأنت في خطر عظيم. هل نساؤك متحجبات أم متبرجات سافرات؟ هل ضع أسئلة على هذا النمط وتأمل فيها جيدا. هل أديت الحقوق لأرحامك، لجيرانك، لإخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ هل أنت الآن عامل لنصرة الدين؟ هل أنت الآن تحمل هم الدين؟ هل أنت الآن مستشعر هذه الهجمة الشرسة على الإسلام التي يعمدون بها إلى تشويه صورته وتنحيته وتغييبه؟ هل عندك شعور بالمسؤولية تجاه دينك وهو يحارب لتؤدي دورك؟ فكلكم على ثغر من ثغور الإسلام، وقد حذرنا أن يؤتى الإسلام من قبلنا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا ينبغي أن تستعرضه مع نفسك الساعة الآن. هل أنت فعلا مستجيب أم لا؟ وما الذي منعك من الاستجابة؟ وكيف تخرج مما أنت فيه؟ أشرنا إليك ودللناك على أسباب تحقيق الاستجابة، فاستعن بالله ولا تعجز، وإياك أن تسوف أو تؤجل، فالأنفاس معدودة والأجال محدودة والموت يأتي بغتة، فاستجب قبل أن تحاول الاستجابة فلا تمكن منها ولن تعطاها، بل ستحرمها، بل ستوبخ على تركك للاستجابة. هيهات هيهات، كلا، إلى آخر هذه المعاني التي تعرفونها، لن يستجب لك لأنك لم تستجب أولا. فماذا أنت فاعل الآن؟ أما آن لك أيها الحبيب أن تستجيب لله ورسوله قبل أن يأتيك ملك الموت فتؤدي دورك فيما قطع لك في هذه الدنيا على أكمل وجه، وإلا فأنت راحل راحل، وأنت مقبور مقبور، وأنت مبعوث مبعوث، وأنت محاسب محاسب، ولا مصير إلا الجنة أو النار. فاختر لنفسك أخي الحبيب ماذا تريد، ماذا تحب. هل اخترت أن تكون مع أهل الجنة أم مع أهل النار والعياذ بالله تعالى؟ فلا محل ثالث بينهما. لذلك أقول والذي نفسي بيده، لو أننا استجبنا لتغيرنا في التو والحال. الصحابة منهم من رفض الإسلام سنين طوال وتمرد عليه سنين طوال، بل وحاربه سنين طوال، أما كانت يعني الهداية والتوفيق واستجابوا غيروا من الحضيض إلى القمة وارتقوا وكانوا مثالا يحتذى بكل معاني الكلمة. انظر إن شئت في جاهليتهم قبل أن يستجيبوا وكيف استجابوا، وكيف لما استجابوا تحولوا في التو والفور في نفس اللحظة. لذلك أقول أستبشر خيرا أننا نرى بوادر استجابة، حتى لا يعني نقول أن الدنيا مظلمة، لا، نرى نورا قد بدا في الأفق، نرى استجابة من الأفراد والأسر والمجتمعات، نرى إقبال عظيمة، نرى نصرة لدين الله، نرى التفافا حول الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، نرى تأييدا لمن يرفعون راية الشريعة. لكننا نريد المزيد، نريد أن نكمل المشوار، نريد أن نتمم، نريد أن نغتنم الفرصة، نريد أن ننطلق باستجابة حقيقية تكون عونا لمن اخترناهم ولمن أيدناهم حتى يحققوا التغيير المنشود، وحتى يطبقوا شرع الله عز وجل، وحتى يقودوا البلاد والعباد بدين الله تبارك وتعالى، وحتى يؤدوا الحقوق على أكمل وجه لجميع المصريين من المسلمين ومن غير المسلمين، لأن هذا هو جوهر الدين، هذه حقيقة العقيدة والشريعة. فمتى استجبنا استجابة حقيقية وأدينا دورنا بالأسباب المتاحة لنا والتي في أيدينا، لا شك سيأتينا التدعيم ويأتينا التأييد ويأتينا النصر من عند الله تبارك وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاستجابة حقيقية له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، في أقوالنا وفي أفعالنا، في سرنا وفي علننا، في السراء وفي الضراء، في الليل وفي النهار، نعم في كل أحوالنا حتى آخر الأنفاس. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين،
اللهم اصلح حال المسلمين حكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم عليك ببقية الظالمين والطغاة. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالطاغية الأسد القط الحقير. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احفظ دماء إخواننا في سوريا. اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم واحفظ ديارهم. اللهم انصرهم ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم ازح عن ظهورهم وصدورهم هذا الطاغي المتكبر الجبار. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.